يعاني أهالي مدينة الرمثة منذ أكثر من سنتين من تردي الخدمات وسوءها، وخاصة في مجمعها الذي يفتقر إلى المرافق الصحية والخدمات الأساسية، كما يعج المكان بالأسواق والمحلات التجارية التي تحدث الفوضى وتعيق الحركة. مجمع ضيق له أكثر من مدخل، لنا 3 سنوات من طالب أنه بس عملنا دخول وخروج له، بدل ما يكون له 4 مداخل دخول وخروج. زي ما أنت شايفه مقاعد ما فيش، مظلات ما فيش، مش عارفين شو بدنا نعمل. مجمع ضيق بس لو شوية حمامات ما فيش، إجا مستثمر أخذن وجرفن وعمر مكان البناية زي ما أنت شايفة. هذا وقد اشتكى سائقو المركبات العمومية بأن المركبات الخصوصية تقوم بأخذ الركاب منهم ونقلهم بأقل أجرة، مع غياب الرقابة الكاملة عنهم وعن طريق مسلكهم. المجمع عبارة عن مش مجمع عمومي، مجمع سيارات خصوصي. السيارات الخصوصي ماكلات حق السيارات العمومي بشكل فظيع، يعني احنا ما بنقدرش نحمل وسيارة خصوصي موجودة، يعني بحملوا غصب عننا بالعربي. معاناة أهالي مستمرة ومتجددة، منها ما ظهر وما خفي منها كان أعظم. رنيم الشايب لبرنامج من نوفينا.